السلام عليكم. مع محاضرة جديدة إن شاء الله رب العالمين. نتحدث عن المالتي فاكتوريال انهيرتنس. طبعا في السابق كان عندنا حديث على السنجل جين ديس اوردر، انه متعارف عليه، زي ما تجي تتحدث على موضوع سيكل سيل انيميا. سيكل سيل انيميا مثلا او بيتا ثلاسيميا، معروف انه هذه عبارة عن جين بروبلم، فمعناته في اعطاني فينوتوبيك بروبلم. هنا الحديث على مالتي فاكتوريال وكانه بيجي بيتحدث لي بمعنى يعني مختصر في هذا الموضوع، انه في عندنا ماني فاكتورز تمام ذات ار انفولد، هذه الفاكتورز تمام في كوزنج ديزيز. يعني خلينا نقول هنا الموضوع ينحصر ما بين انفايرومنتال وجينيتكس، يعني بمعنى صح انه ذا ديزيز كان بي كوزد باي نيتشر انفايرومنت تمام، او مثلا نيرتشر اللي هي عباره عن جينيتك. اوكي، هذه الاسباب ممكن تكون موجوده. يعني ممكن خلينا نقول بشكل ابسط، بعض من الديزيز تكون عندنا السبب فيها جينيتكس بيور، وبعض ديزيزز عندها الجينيتك بيلعب دور، لكن في هناك اذر فاكتورز كان بي انفولفد في موضوع الديزيز. على هذا الأساس سمينا مالتي فاكتوريال. وهناك قضية نسبية، إنه قديش ممكن يكون الجينيتك داخل أكثر من الانفيرومنتال انفولد أكثر، هذا تعتمد على طبيعة المرض الموجود عندنا، وهذا حنحاول نشوف أمثلة ليتر أون في هذا الموضوع. إذن هنا بالنسبة لموضوع المالتي فاكتوريال، وهذا طبعا صحيح طبيعة دراسة المالتي فاكتوريال ديزيز. طبعا بحاول لما انت بتعمل بريدكشن له لابد يكون عندك طبعا اكيد دراسات بشكل او باخر، انك تعمل عملية استيميشن، قديش في عنا ديزيزز موجودة في البوبوليشن، قديش في عنا ريلاتيفز مصابين، قديش السيفيريتي بتاعت الديزيز، قديش الديزيز في يعني among relatives، قديش البريفالنس في الديزيز، قديش الديزيز هذا ممكن يكون مثلا في بلد مش موجود في بلد تاني، يعني في اللي دخل في موضوع اثنيسيتي وهلم جارة. إذن عوامل كتيرة تمام هي اللي بتقدر تدفعني وتعملي نوع من الجاج تمام how to make a prediction for the multifactorial disease in general. إذن هنا في يعني بهذا الحديث بقول لي في هناك عندي أمراض مثلا زي هيد ديسبليجيا اللي هو الخلع اللي بيصير عندنا في بالنسبه لموضوع الجوينتس. اوكي، في عندنا بكون 9 تايمز مور كومن ان فيميل دان ميل، هذا وجدوه من خلال الستاتستكس، معناته انه ممكن يكون عندي الفيميل هناك كوزز اخريات ادت انه هذا الامر يحصل، مثلا هارت ديزيز مور كومن في الميل دان في فيميل، ميل دان فيميل، إذا ممكن نفس القضية الهارد ديزيز ولا العلاقة، وهلما جرى أمراض كثيرة في هذا الجانب بشكل أو بآخر. أوكي، إذا هذا الفكرة من هذه الفقرة الموجودة عندنا هنا. بيجي بيقول لي مثلا هنا في هذا التيبل البسيط الديجري أوف، في هذا الأمر بأنه لو كان عندي اطلع على الديجري، أوكي مثلا أقول أنه في عندي فيرست ديجري ريلاتيف، أوكي ريليشن شيب، بتوقع البرسنتج للجين ان تو بي كومن 50 ابروكسيميتلي، والخصيف الناس بكون عندي الفادر عنده مشكله، التشيلدرن تاعين مثلا عنده مشكله، او السبلينج اخوه اخوات عندهم مشكله. كل ما ابعدت الديجري للريليتيفز بتقل احتماليه ان انا ممكن اكون مصاب بالنسبه لموضوع هذا الديزيز، اذا كان مثلا في الانت في الانكل في النيز في النفيو هلهم جراء، وفي الجراند بيرنتس ممكن لو كانت العلاقه برضو ابعد تمام، فبتقل نسبه انه يكون في عندنا ايش percentage that the gene is involved. وضحت النقطة هنا؟ إذا هنا كل ما جيت تحدث عن مريض في داخل عائلة more close تقدر تحط السبب أكثر genetics أكثر، لكن لما تحس إنه بدأت العملية تبعد أكثر disease في الناس relative أبعد وأبعد، معناته كل ما قلت أو اضمحلت عملية إيش إنه genetic involvement، معناته أنا بقدر أقول إنه في عنا اللي هو other environmental factors. طبعا المقصود كلمة environmental هنا هي كلمة شامة، ممكن تكون infection، ممكن تكون chemical radiation other epigenetic problem، يعني كلمة عامة في هذا الموضوع. اوكي، وهنا بيجي بتحدث لي على neural tube defect، الناس اللي عندهم تشوه خلقي تمام، فبقول لي 3
to 5% if you had a childhood. يعني مثلا انت الان تتوقع يكون في عندك child عنده birth defect, neural tube defect عفوا. اوكي 5% اذا كان عندنا child, 2 اذا كان عندنا الانت او الانكل عنده, نص في المية اذا كان عندنا كازن وهلم جارة, يعني نفس المعنى بشكل او باخر. طيب على كل كمان في الحديث على اساس انه الفكره انه عندما نتحدث على, مش شرط نتحدث كمان على ديزيز, بنتحدث فيه على تريت. يعني انا ممكن اتحدث عن ديزيز سواء كان عنده هايبرتنشن, سواء كان دايابيتس, او عندي مثلا سيكل سيل انيميا اند سو اون, اوكي. لكن كمان ممكن نتحدث على فيتشر, على كاركتر. يعني مثلا اجي اقول سواء كان عندي الموضوع له كوانتيتيف او كواليتيتيف, تمام. يعني ممكن يكون عندي كواليتيتيف او كوانتيتيف يعطيني انطباع انه ايش الوضع عندنا بشكل او باخر. يعني سواء كان قضيه كميه او قضيه مش كميه, تمام, كيفيه, ممكن اقدر اسمي هذا الامر برضه له علاقه في انفايرمنتال وعلاقه في هذا الجانب. A qualitative trait is a symbol of the two diseases such as lung cancer or rheumatoid arthritis, تمام. ممكن طبعا هذا عملية نسبية, تمام, وdistinguish between يعني individuals, تختلف من إلى في برضو من خلال other factors. وكذلك موضوع quantitative trait, تمام, زي موضوع الهايت, الطول, blood pressure كقيمة, السيرم كوليسترول قيمة, body mass index قيمة, ممكن يكون هرمون problem, مشكلة في الفيدينج بروسيس, تمام. في عنا عوامل أخرى ممكن تكون physiological problem, أوكي. برضو هذه شغلات ممكن تكون تأثر عليها more than one factor rather than genetics, عنا other environmental factors. واللي هنا المالتي فاكتوريال ديزيز تريت زي ديج دايابيتس, كلاب فود, كانسر, هايبرتنشن, هذه برضو عبارة عن شغلات لها علاقة بالهايتس. كمان الطول, الطول في كتير شغلات إلى دخل في موضوع الجينيتكس والانفيرومنتال. يعني مور دان وان أليل انفولف في موضوع الهايت, تمام, مور دان وان أليل, مش عقد التو أليلز, أدر برضو أليلز في أدر كروموسومز ار انفولف, والانفيرومنتال كمان برضو انفولف في هذا الموضوع. نفس الفكرة, أوكي, اللي النيورال تيوب ديفكت تحدثنا عنها بشكل أو بآخر, بيجي بتحدث لي هنا كمان على أساس إنه إحنا يعني نختصر على أشي المفيد. Some of the environmental factors include uncontrolled diabetes in the mother. يعني بعض الأحيان في عندي diabetes لكن ممكن يكون عندي other factors أو certain medication, تمام, او مثلا بعض احيان ديفيشنسي مثلا ان سيرتين فوليك اسيد. يعني بمعنى اخر لو نطلع على نيورال تيوب ديفكت عندي انا هنا موجود, اوكي, هذا المرض, اوكي, في انا طبعا هي مشكله مال فورميشن, اوكي, ممكن يصيب ناس عندهم هيستوري وممكن يصيب ناس عندهم مش هيستوري بشكل او باخر. عندهم هيستوري ممكن يكون شغلات جينيتكس, لكن عندهم ناس مثلا عندهم مشاكل غير موضوع الهيستوري انهيريتد, ويكون عنده كمان انفايرومنتال فاكتورز, تمام, يكون عنده مثلا بروبلم, عندهم مثلا دايابيتس ان كنترول, عندهم مشاكل على مستوى ميديكيشن, عندهم مشاكل على مستوى فوليك اسيد ديفيشنسي. اذا هذه الفاكتورز, تمام, هي اللي عملت لي دافعية بأنه يكون عندي lower neural tube defect أكثر من لو كان ناس عندهم ممكن the same genetic problem لكن ما عندهمش diabetes, ما عندهمش مشكلة في folic acid deficiency, ما عندهم مشكلة في other medication, فمعناته حيختلف عندي النسبة من إلى. So neural tube defect are seen 5 times more often in female than male. كمان قضية الميل والفيميل في عنا اختلاف في هذا الأمر. وكذلك الريسك اوف سكند تشايلد ويد انذر نيورال تيوب ديفكت انكريز سيجنيفيكانتلي, انه في عندي اذر تشايلد كان موجود, فبيعطيني انديكيشن ممكن تكون الامور نفس القضيه. والهيب ديسبليجيا نفس الفلسفه ونفس الحديث. هنا بيجي بيعطيني توصيف للمالتي فاكتوريال انهيرتنس ان جنرال. بقول لي المالتي فاكتوريال انهيرتنس اولس كولد كومبلكس, طبعا احنا قلنا عنها انها كومبلكس از ابوليجينيك انهيرتنس. المالتي فاكتوريال ار كوزد باي كومباينيشن, يعني احنا عباره عن تاكيد للكلام ليس الا. اذر اكزامبلز بقول لي مثلا فاوند مثلا يكون عندي انا جين في موضوع البريست كانسر, فور اكزامبل بريست كانسر
ممكن يكون عندي جين على كروموسوم 11 او 6 او 13 او 14 او 15 مثلا او 17 انفولد في هذا الموضوع. تمام، some common chronic diseases are multifactorial disorder. هذا كلمات عامة. بعدين ايش بحكي لي characteristics بتاعت multifactorial. The disease can occur in isolation with affected children born to unaffected parents. تمام، يعني يكون عندي صار isolation. ايش يعني؟ انه الaffected children ولدوا من الاب مش affected. ممكن، ليش؟ لانه اكيد مر في ظروف معينة اثرت في هذا الموضوع. هذا مختصر هذا الامر. فمعناته احنا القضية ملهاش علاقة في مندلين انهيريتنس بشكل بيور، انه اقول الوالد عنده في عنا probability لانه الطفل يكون عنده هلما جرى في موضوع السنجل جين انهيريتنس. لكن هنا بقدر يكون عندي اختلاف ما بين الفادر وما بين التشيلدرين، وهذا الكلام له علاقة في مالتي فاكتوريال ديزيز، مالتي فاكتوريال طبعا بروبلم. الانفيرومنتال انفلونس كان انكريز اور ديكريز درس طبعا اكيد زي ما ذكرنا في السابق في موضوع النيورال تيوب ديفكت. تمام، قلنا انه مثلا فور اكزامبل فوليك اسيد ديفيشنسي ممكن يكون كوز في هذا الديزيز. اوكي، شغله ثانيه بقول لي ديزيز كمان فريكوينتلي في موضوع الجندر. تمام، طبعا موضوع الجندر ميل في ميل، كمان موضوع الاثنيسيتي تمام في هذا الامر. هذا كلام عباره عن تاكيد لما ذكرنا سابقا في هذا الموضوع. في عندنا هنا كمان جمله بتحدث فيها عن حاجه اسمها كونكوردنس ريت. تمام، concordance rate in mozygote and dizygote twins contradicted mendelian proportion. يعني بيجي هنا وهذا حنتحدث عنه later on، انه في عندنا اللي هو حاجه بسموها concordance rate اللي هي عباره عن عمليه بتقول لي قديش نلاقي التنين مثلا لهم قرابه في موضوع جينيتكس. تمام، يعني في related. اوكي، قديش نسبه اصابتهم بمرض معين، سواء كان هذول التنين جايين من مونوزايجوت توينز او دايزايجوت توينز. اذا القضيه هنا هي عباره عن عمليه حسابيه وستاتستيكال يعني ايفالويشن. اوكي، انه كيف ممكن يحصل عندنا ارتباط اثنين افراد مع مرض معين. تمام، سواء كان التنين مونوزايجوت او دايزايجوت. يعني ممكن التنين مونوزايجوت نتوقع ان التنين يكونوا من نفس الامراض اللي بتصيب هنا بتصيب هنا، لكن لا، ممكن يحصل في مونوزايجوت ناس بصير معهم وناس بصيرش معهم، معناته في عندي اذر فاكتورز. الدايزايجوت نفس القضيه، في عندنا جينيتكس صحيح ممكن يكون نسبه معينه، لكن ممكن يكون الانفايرومنتال برضه فاكتورز ار ان فول. فالقضيه هنا هي عباره عن احتساب لقضيه رقميه في هذا الموضوع، في موضوع التوينز ستدي اللي حنتحدث عنها ليتر اون. لانه الكونكوردنس ريت هنا ايش معناته؟ كونكوردنس ريت از ا ميجر اوف ذا ريت اوف ات ويتش، اللي هو عباره عن النسبه ات ويتش بوت توينز بير سبيسيفيك ديزيز. تمام، قديش القيمه بتعلى اذا كان التوينز مثلا عندهم نسبه المرض اكثر من مثلا يعني عند مثلا بيعطينا قيمه معينه، يعني البوت توينز بير سبيسيفيك ديزيز. يعني بنقيس قديش التو توينز، هذا في الاخص بالاخص في موضوع دراسه التوينز، كل ما كان عندنا بمعنى اصح تو توينز اوكي عندهم نسبه المرض اللي هو مثلا مونوزايجوت توينز الكونكوردنس عندهم عالي، الكونكوردنس عالي مثلا التنين، وعملنا ستاتستكس لبوبوليشن كبيره وجدنا تو مونوزايجوت توينز عندهم نسبه ديزيز معين عاليه، الكونكوردنس ريت تمام دائما موجود 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 عندهم. فهذا العلو بيعطيني اشعار بانه احنا جينيتك مور انفولد ذان انفايرومنتال. لو كان عندي مثلا مونوزايجوت توينز ووجدنا انه الكونكوردنس اللي هو اصابه اثنين مونوزايجوت مثلا مصابين بالمرض مثلا في منهم منهم لا منهم منهم لا بنسبه كل ما لا بتزيد، هذا الاختلاف ما معناته بقدر اقول ايش؟ حنتلاقي الكونكوردنس ريت كل ماله بقل. فمعناته وكانه بتيجي بتعطيني اشعار انه في المونوزايجوت توينز انه الجينيتك يعني بمعنى اصح it is not involved so much for making disease. وضحت؟ اذا الكونكوردنس ريت عباره عن قيمه اللي بتحدد لي مدى اللي هو ايش؟ ارتباط تو توينز توجذر with certain disease. وكذلك على الزايغوت توينز نفس المفهوم بشكل أو بآخر. The disease occurs more frequently in a specific ethnic group. طبعا أكيد
لما انت بدك تحاول تعمل عمليه تقييم لموضوع مالتي فاكتوريال ديزيز وعمليه البريدكشن بتاعتك، لازم تطلع لموضوع الاثنيسيتي. ما ذكرنا الكلام هذا، انه والله مثلا انا بلاحظ مثلا على سبيل المثال في اليابان مثلا الناس اللي عندهم ديزيز هوشكن ديزيز اكثر من امريكا، ممكن يكون له دخل في اثنيسيتي، او مثلا الناس بالكوكازيان، ناس بافريكان، في موضوع والله مثلا ديزيز ملاريا او ديزيز سيكل سيل اند سو اون، الهيسبانيك برضه بيبول، هذه كله لازم انت تحطه في الاعتبار، اللي هي موضوع الاثنيسيتي انه ممكن تكون عباره عن فاكتورز انفولد في موضوع الديزيز. هنا نقطة في هذا الجانب بتحدد بشكل آخر كتقييم. إيش يعني؟ بيجي بيقول لي إذا أردت أنت تعمل عملية يعني تقييم للديزيز وتشوف الديزيز هذا اللي أنت بتحاول تقيمه مدى ارتباطه بالنيتشر اللي قلنا عنه environment، أو مثلا بالنيرتشر اللي هي عبارة عن الجينيتيك، هذا المصطلح نيتشر ونيرتشر، ان يو ار تي يو ار اي نيرتشر، تمام. فعلى اساس نعمل احنا عمليه ديستنجويش، تمام، ذا ديزيز ريليتد تو ذا جينيتكس مور ذان انفايرمنتال اور تو ذا انفايرمنتال مور ذان ذا جينيتكس. قال والله في عندنا اللي هو دراستين، دراسه التوينين اللي هم التوينز بسموها توينز ستادي، توينز ايش؟ استادي، تمام. والتوينز ستادي هنا صحيح، وفي عندنا طبعا دراسه اخرى ذكرها تحت اللي هو ادوبتيف ستادي، تمام. التوينز ستادي الحقيقه طرقت الى انا قبل يعني لحظه بانه ذكرت ان هناك دراسه لموضوع مونوزايجوت توينز وداي زايجوت توينز، تمام، في اللي هو علاقة مرض معين مع هدول الأشخاص. وقلنا مونوزايجوت ودايزايجوت توينز، فهمنا إيش معنات مونوزايجوت، يعني اثنين جايين من نفس البويضة، الدايزايجوت إنه كل واحد جاي عندي أنا من بويضة. فالآن قالوا دراسة التوينز ستادي تعتمد على الكونكوردانس ريت، تمام، الكونكوردانس ريت. الكونكوردانس ريت هنا مرة تانية بأكد عليها انه هاو تو بيبل، تمام، مونوزايجوت توينز ار كونكوردانت فور ا ديزيز از ا باور فور ميثود فور ديتيرمايننج وذر ذا جينوتايب الون از سفيشنت تو برودوس بارتيكولار ديزيز. ها، يعني معناته انه نشوف الكونكوردانس ريت، تمام، هو بيعطيني ايحاء انه بالفعل هل الجينيتكس انفولف اكثر من الانفايرمنتال او العكس في هذا الموضوع. وضحت؟ وهذا الكلام اكيد خارج عن سياق مندل في هذا الموضوع. فمثلا انا عندما اتحدث على السيكل سيل انيميا، السيكل سيل انيميا طبعا باجي بقول هذا اكزامبل لمندليان ديس اوردر، اوكي، انه في عندنا التوينز عندهم مونوزايجوت هاز سيكل سيل ديزيز، معناته هذا بقدر اقول له احنا جينيتكس. ليش؟ لانه في عندنا بيوريتي في الموضوع انه جينيتكس هي المسؤول عن هذا الموضوع بشكل او باخر. نتحدث مثلا على موضوع الديابيتس ميليتس، فور اكزامبل ديابيتس ميليتس، ديابيتس ميليتس مثلا بيجي بيقول لي انا the other twins will also play have a type 1 diabetes mellitus in only approximately 40% of such twins. اذا type 1 diabetes mellitus بتلاحظ عندنا الكونكوردانس، تمام، 40% disease concordance، تمام، 40% معناته احنا وكانه انت بتقول لي توينز 40% معناته فيه توينز ناس عندهم دايابيتس ناس ما عندهم مش دايابيتس، ذاتس رايت. هذا معناته انه الكونكوردانس از فار اواي فروم 100%. لو عندي الكونكوردانس 100% في المونوزايجوت توينز، او معناته احنا وي ار سترونجلي ايفيدنس اوف ايش؟ انه في عندنا جينيتكس، تمام، ما فيش عندنا اذر فاكتورز في هذا الموضوع. وضحت؟ إذن كل ما اقتربنا من المية، كل ما قلنا إنه إحنا عندنا تو مونوزايجوت توينز، تمام، الديزيز له علاقة في جينيتكس ريدر دان انفايرمنت قلت، معناته في عندنا أذر فاكتورز في هذا الموضوع. أوكي، أوكي، هذا بيجي بتقول لي التيبل بوضح لي، بقول لي والله عندي أنا هنا في الكونكوردانس ريت قيمة ان مونوزايجوت
and dizygote twins for the various multifactorial disease. وده كير لعدة أمراض بشكل أو بآخر. طبعا إحنا هنا بالنسبة للديزيزز عندنا في عنا ديزيز ممكن يكون سايكولوجيكال ديزيزز، عندنا اوتو اميون ديزيزز، عندنا مالتيبل سكلروسز، عندنا دايابيتس، شيزوفرينيا. اوكي هذه ديزيز في عنا قيم هنا في المونوزايجوت توينز. اذا كل ما احنا رحنا على قيمه اكثر في المونوزايجوت توينز لمين؟ للكونكوردنس ريت، كل ما احنا كانت الجينيتكس انفولد اكثر في الديزيزز بشكل او باخر. الدايزايجوت توينز هنا ما وصلناش لحكامية، لأن بنحكي على دايزايجوت معناته 50 يعني الجينيتكس 50% انفولد، عشان هيك بتلاقي القيمة عندنا واطية مقارنة مع ال 50. يعني مثلا سيستم كلوبس اريتروماتوسس يعني حاطط ليها مثلا هنا زيرو في الدايزايجوت، احنا وي ار فار اواي تمام، هنا 22 وي ار ليتل بيت فار اواي كمان. عندي مثلا نطلع على مالتيبل سكلوروسز في المونوزايجوت 18 تمام، هنا يكون عندنا كقيمه طبعا هم من خلال statistical study انه معناته او وي ار ا ليتل بيت فار، معناته في عندي other factors involved، ممكن يكون عندي infection تمام، ممكن يكون عندي other chemicals، عندي epigenetic problem تمام، هذا امر ممكن يحصل عندي. روماتويد arthritis عندي 12، معناته في عندي other as autoimmune disease، عندي other factors زي ما ذكرنا في عنا a lot of factors can involve في موضوع الاوتوميون ديزيز، زي موضوع اللي هو النيوكليار ميميكري اذا احنا ذاكرين في هذا الجانب. سورايسيز برضه اوتوميون لكن عنده نسبه عاليه في هذا الموضوع. القضيه هنا العلاقه بدراسه لطبيعه الجينيتكس موجوده ودراسه لطبيعه الاعداد اللي من نفس المونوزايجوت توينز، قديش ممكن يكون فيهم ناس لهم علاقه في هذا الجانب. اذا هذه دراسه مونوزايجوت توينز. الدراسة الأخرى عندنا هنا اللي هي الأدوبتيف ستادي، كومبير ديزيز ريت أمونج أدوبتيف أوف سبرينج أوف بيرنت أفكتد ويز أ ديزيز تو ذا ريت أمونج أدوبتيف أوف سبرينج أوف أن أفكتد بيرنتس أز أ كنترول بوبيوليشن. إيش يعني عندي المقصود في الموضوع هذا بشكل مختصر في موضوع الأدوبتيف ستادي؟ الادوبتيف ستدي انه احنا بنقارن تريت عباره عن خاصيه تمام موجوده عند الانديفيديوال. يعني مثلا لو قلنا بشكل او باخر، خلينا نقارن كمثال، لو اخذنا عندنا تو مونوزايجوت توينز اوكي، ولهدول الاثنين اطفال، واحد حطيناه في كونديشن سوبر من ناحية everything، من ناحية الهيلتي، من ناحية الايكونوميك، من ناحية السوشيال 100%. اوكي وصار له جروث هذا للتشايلد في هذه الكونديشن، ونفس المونوزايجوت قلنا الطفل الاخر التوأم الاخر المتماثل وضعناه في بيئة عكسية تماما عن البيئة الموجودة عندي هنا، ايش حلاحظ؟ ممكن هنا هذاك المريض الطفل الموجود في هذا الظرف السيء ممكن يحصل عنده مشاكل تمام، زي موضوع مثلا شيزوفرينيا على سبيل المثال، انفصام شخصيه، ما اكتئاب بروبلم، ممكن يصير عنده دايابيتس، ممكن يصير عنده اذر ديزيز، لكن هذا ممكن ما يكونش عنده صار. وهذا الكلام معناته ايش بقول لي؟ بقول لي لو انا هنا وجدت انه بالفعل الموضوع في وضع سيء، ظروفه ما زال متماسك، فيش عنده اشكاليه في ظل الظروف الصعبة، بنقدر نقول أوه الظروف الصعبة يعني هذه ما لعبتش دور كتير في إنها تقدر تغير من التريت اللي عند الطفل هذا. لكن لو صار عندي مشاكل في التريت بغض النظر إيش طبيعة البروبلم تمام، سواء كان سايكولوجيكال بروبلم أو فيزيكال بروبلم أوكي، على مستوى ديزيز أوكي، بنقدر نقول إنه والله هنا في عنا تأثير لمين؟ لا الأدوبتيف معناته التأقلم والتعايش مع بيئة جديدة أو بيئة مختلفة. أوكي؟ إنه بيئة إيش مختلفة. هذا الكلام إحنا بنقدر نسميه أو بسموه العلماء أدوبتيف ستادي، إنه إحنا بدنا نحاول ندرس التوينز في بيئات مختلفة ونشوف هل عملت هذه البيئات المختلفة إسقاطات على هدول التوينز بوجود مختلف على أمراض معينة أم لا. إذن هذا جانب من الدراسات اللي بيعطيني دلالات أنه بالفعل هل الانفيرومنتال انفولد أكثر على الديزيزز أو على الكاركتر أو التريت
تمام، سواء كان كوانتيتيف او كواليتيف، ام انه هو في عندي اذر فاكتورز انفولد في هذا الموضوع.